فين؟ أنا ليه اللي جاب من هنا؟ فين الحاجة اللي كانت في المصدر هذا لوت؟ لا ما فيش حاجة، ده كله في الأمانة أهو. مش حاجة. ما تلفوا بقى يا ولد، الدواء هيبوظ. يا انت فيها حاجة؟ لا عيب كده فيه. في ايه يا عم بهلول؟ بس ما تقلقش، ده ضم يعني ياما خدمت في مستشفيات وعيادات، وبعدين يعني دي غيرت لك على الجرح برضه وعملت معاك الصح، جابت لك هدمتين من بتوع ابو لطفي الله يرحمه، ولبستك وقيفتك وعملت معاك يعني كل الحلو. طب ده انا مدياك حقنتين مسكن وحقنتين مضاد حلوي لغايه دلوقتي. يلا يلا يلا. الله ايه؟ الحمد لله، يعني السكينه عدت من اللحم ما لمستش حاجه تاني. ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، ايدي كتيره قوي. بالشفاء. لما اولاد الحرام دول يعملوا فيك كده ليه؟ تبقى راجع من ليبيا في امانة الله، يثبتوك وياخدوا منك فلوسك. ليبيا دي؟ لما كنت في ليبيا. ما هو اولاد الحرام ما قالوش لاولاد الحلال حاجة يا ابو لطفي. يا عيني. يا عيني. خلاص انا بسلق له فرختين شامورت عشان يغزوك كده لزوم النزيف. ايوه. روح اما شوف الفرختين. طيب يا حبيبي. هات الشطارة. طيب كده. ايوه بالراحة. انا طول عمري شايفك عيل زبالة، بس عشان كده مستغرب انك جبتني في فرشتك وضربتش على الفلوس. يا بهلول مصر، في ايه مالك؟ على فكرة انا عايز اقولك على حاجة تخليها حلقة في ودنك كده على طول. لطفي الحراق ماركة مسجلة في الجدعنة، وبكرة الأيام تبين مين أسوأ ومين حنين. بس يعني في حاجة عايز أستفهم منك فيها، يعني هنعمل إيه بعد المصلحة ما طارت؟ شايف الأراضي اللي هنا؟ ده في أراضي في الشرق وأراضي في الغرب وحتت بالمية فدان وبيوت صغيرة وبيوت كبيرة وبيوت قديمة، وده إيه ده؟ أنا عايزك بقى تتقص لي على أصحاب الأراضي دي، بعد ما توصل لهم تفضل تعافر معاهم لغاية ما توصل لأقل سعر عشان هنشتريها. تشتريها يا عمهم في إيه؟ وأنت الحقن اللي خدتها عملت لك مشكلة ولا إيه؟ دي أراضي بملايين الملايين، وإحنا بقول دعوة بقى كده؟ إحنا ما حلتناش غير شوية الفلوس اللي في الشنطة دول، هنعمل إيه يعني إحنا تاني غير كده؟ لما المعلم يتكلم أنت تبلم وتبقى ودين وبس. هتعرف تبقى ودان ولا مش هتعرف؟ وربنا ما استندلت معاك يا لطفي، انا كنت بخلي رقبتك بس من حبل المشنقه. خلي رقبتي من ايه يا جاموسه؟ طيرت مني فلوس ملهاش اول من الاخر. يا سلام، كان زمانك دلوقتي مرمي في الحبس، ولا طايل الفلوس ولا طايل النيله. وربنا انا عملت الصح. بس ادي عبيط، عملت صح ايه؟ تجيب لنا اوجن؟ ادي ورده طارت. بس رقبتنا على جتتنا. عبيط انا ولا ايه؟ فول ولا الدم يا صاحبي؟ ماشي يا حورس، كله لا الدم. تعالى بقى نروح لبهلول عشان ناكل عقله بكلمتين. اشمعنى؟ بهلول شكله لسه نايم على خميره حلوه قوي، وداخل على حوارات اراضي كبيره قوي. اصل هو كان قاعد عندنا في البيت بالسم طهقت اهله، كل شويه حقن في العضل لحد ما فطس نزل قاعد في المخزن. ورحنا نتكلم معاه كلمتين نركب على كتفه عشان يطلعنا فوق، ونعيش عيشه فل. يا باي باي بهلول مصر، وابوس ايدك ما تشغلش مخك التخين ده تاني. انا الورق ده لسه معايا يا عمهم. ها بقول لك، انا شايف يعني بدل حورس وكده ممكن اجيب لك ام لطفي تغلك على الجرح وتظبطها. لا 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 لا، حورس تمام، تسلم ايدك حورس. ام لطفي مين؟ ولا ناقص ام لطفي كمان؟ مش كفايه اللي عملوا فيا هوجن؟ ده انا جسمي كله مدغدغ. هو الورق ده صح فيه ايه؟ والورق اللي خده هوجن كان فيه ايه؟ والمبلغ كان كام؟ ورق ده فيه اللي يعجز ناس تقال قوي ويجيب لنا فلوس زي الرز. خدنا على اخوانك جبان. انا عايزكم تعلموا على دوغن. مين دو؟ مين دو؟ انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه يا عمهم؟ هوجر ايه اللي نعلم عليه ده؟ حتى بيقول لك يعني ولا طاقه بايديكم من التهلكه. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني اسيبه بعد ما قلبني التقريب ده كله؟
لا مش هنسيبه، بس يعني في حكايه. بص يعني انا عندي سكه ممكن نعلم بيها على هوجا. ايه؟ نوجا ولاتو. اصل يعني اذا كان هوجا يعني ما بتنشغلش بالفلوس، فنوجا كلبة ورق بامتنان، اقول لك بخمسات. صح السكه، امسكوا من اللي بتوجعه. انا عايزك انت ولالهو بس تجيبوا لي قرار الارض اللي في الورق. حصل. رحمة أم الغالية، لا دفعك تمن اللي عملته ده غالي قوي. هو إيه حوار الأرض بتاع بهلول ده؟ بهلول ده بهلول عايش في دور بلبل الكعيان بس، وربنا وربنا لا يجيب قرار كل اللي هو نايم عليه وكله هيترمي في قلبنا في الآخر. طب بقول لك إيه يا حراق، أنا بصراحة كده اتفقت مع أبويا اللي إحنا هنروح نخطب إحسان، مش هتيجي معايا؟ أنت عبيط أنا ولا إيه؟ طبعًا هاجي معاك. ده انا مش هاجي معاك وبس، ده انا هشتري لك الزياره كمان اللي هنروح بيها. انت عبيط؟ انت اخويا، اخويا يا حورس حبيبي وربنا يا حراق. مبروك. الله يبارك فيك. طيب هطلع انا بقى. يلا يلا. عايز لطفي الحراق يجي معاك عند البنت حسام بتاعت السمين تولعوا بجد انتوا الاثنين يا جرابيع. وربنا ما بعناكوا، ده انا وهجم كنا بنحج عليكوا. يعني ايه يعني مش واخد بالي؟ احنا متصورين احنا الاربعه صوت وصوره واحنا بنسرق الفيلا، والفلوس الهفه كلها بهلول وهو مش متصور. بهلول كل الفته ورمانا كام حبايه رز وسابنا نلبس في بعض. انا وربنا قلت له احنا ما نبيعش لطفي الحراق وحرس ابدا، بس هو برضك راح رجع له الورق بالفلوس، وانا برضك والله ما سكتاله. طب بصي بقى، ابا بهلول مش هيحل هوجن، وانت هتتلطي معاه في نفس الحوار. فلوس ابا بهلول لازم ترجع له. وهو بهلول كان عمل حاجه؟ ما احنا اللي عاملين كل حاجه. طب اسمع، لا بهلول بقى ولا مهبول، في حته محل ساخ في شارع شبرا حاجته ايه هموت عليها يا لطفي. ما نطلع الطلعه دي لحسابنا احنا الاربعه. ما نطلع دلوقتي. طلعت ايه يا نوجن؟ لا مفيش طلعه ولا حاجه. تعالى حماتك بتحب داخل والشغل سخن كده وبيطلع دخان. اه صحيح، نسيت اقول لك يا هوجن على بابا هلهول هيعلقك. كنت بقول لهم يا هوجن على محل الصاغ اللي في شارع الشبرا لازم يتقل. يا جدعان احنا مش ناقصين كاميرات. بس بقى بلا كاميرات بلا بتاع، احنا هنلبس شويه شرابات حريمي في دماغتنا وهنخلص الليله. تشربوا شايكم يا رجاله وتتكلوا على الله. لاني ولا نوجي لينا في شغلكم النجس ده تاني. ولا اقول لكم بلاها الشاي؟ يلا اتكلوا على الله. طيب ماشي. اقعدوا يا رجاله. ماشي. هو مين ده يا حبيبي اللي مالوش في شغلهم؟ على اساس ان الباشا مدير البنك؟ وبعدين تعالى هنا، اللي اسمها ورده دي كانت عايزاك في ايه وخدتك ورحت على فين؟ ورده؟ اقعد. ماشي. انت مين اللي قال لي؟ انت لسه بتكلمي ياسر؟ ما تغرش الحوار، كانت عايزه منك ايه؟ على فكره يا هوجن، انت اللي هينجدك من ايد بهلول انك تدله على طريق ورده، فقول لي يعني سكتها ايه وانا اخلص لك الليله دي. اتكل على الله يا حرق انت وحور. طيب ماشي. اقعد يا رجاله. حاضر ماشي. محدش هيتكل على الله يا هوجن، امال هنشرب وناكل منين يا اخويا؟ محل الساغة هيتقلب وكلمتي انا اللي هتمشي، ولا انت جاي تعمل راجل دلوقتي؟ عيب يا نوجا. الحقوني الحقي يا نوجا، اخوك تعبان قوي. في ايه؟ رجلي هوار ما يا اختي قد كده، ولما شلت الرباط من عليها لقيتها لونها اسود. الواد بيفرق، الواد بيفرق. طب اهدي. طيب الواد بيفرفر. انا كده لازم نقلب الساغة بسرعه. اقعدوا في الوقت، اقعدوا. ماشي ماشي. بص بقى بهلول مصر، انا سالت انا ولاد حورس على الحتت المهمه في الاراضي دي، وبعت ناس حبايبي يسالوا في الحتت البعيده. الاراضي دي تعمل لها بتاع 200 مليون جنيه رئاسه، واحنا بقى بدعاء الوالدين محدش فينا معاه 2000 جنيه بعد ما الواد هوجن رجع الخزنه. خش معلم هيتكلم. اتفضل. انا عايزك انت ولا حمص حورس، عايزك انت والولد ده تربطه على الارض دي، انا هشتريها. يعني مش ب 200 الف ولا ب 2 مليون، يعني ب 200 مليون جنيه. انا هنشتريها ازاي دي؟ قول لصاحبك المعلم ما بيحبش كلام كتير. اتقدم اتقدم وكفايه، مش فاكر بقيته، بس برضك اتقدم يا كرم. الله، ليه كده يا كرم؟ ليه؟ ليه كده؟ ليه كده يا حبيبي؟ ليه؟ مالك يا اخويا؟ انا مش عايز امشي في الشارع بوكزاني هوجن، انا مش عايز من هنا. لا هتنزل،
هتنزل وهتمشي وهتتنطط كمان. انت بقالك ايام ما نزلتش الشارع. هنزل اعمل ايه؟ انا مش عايز اعيش في الدنيا دي. انا كان كل حلمي اني ابقى لعيب كوره ودلوقتي خلاص. بس يا كرم بس ما تعيطش، اقسم بالله هتبقى احسن لعيب كوره. انا هجيب لك رجلي زي الحقيقي، هتلبسها وهتلعب بيها كوره وهتعمل كل اللي نفسك فيه، اقسم بالله لا اجيبها لك. بس انت ما تضايقش نفسك ابدا. بس كان مشوار عسل. احنا عرفتنا حلوه. جيت يا نوجي؟ لا يا اخويا انا مش نوجد، انا واحده شبهها. هو انا واحد شبه لطفي الحراق بالظبط برضه. وانا وائل كفوري. انت كنت معاهم فين؟ تعالى يا مال بختي، تعالى شوف مراتك اللي بميت راجل راجعه لك بايه. تعالى اتحرك. تعالى هو جن عشان ربنا كرمنا اخر كرم. تعالى استنى هنا كرم، هرجع لك تاني. تعالى اهو جه نقعد. كوب هنا يا حراق. يلا خد يا نور، خد يا حوره. لا يا حبيبي، انا اللي قايله لكم على المصلحه وعلى المكان، يبقى انا اللي اس. مش غلط. انت رحتي معاهم وسرقتوا محل الذهب؟ لا يا اخوي، ده انا بابي رجع من الخليج وجاب لي الحاجه دي معاه. ما قلت لك تيجي معانا، كان زماننا بنقسم على اربعه بدل ثلاثه، كان هيبقى نصيبنا وانت النص يا موقوس. أنا مش قلت مفيش مشي في الحرم تاني؟ وأنت مين عشان تقول ولا ما تقولش؟ قال ده أنت نسيت نفسك صحيح. أنا جوزك وكلمتي تمشي. يا جدعان ما تصلوا على النبي. عليه الصلاة والسلام. بالراحة يا جدعان، يعني ما ينفعش كده، أنت بتصغرها قدامنا برضو ويعني ما تستاهلش كده. أنت ما تفتحش بقك من الأساس، أنا اللي بصرف على البيت يا هوج. ومن أول ساعة حبيبي وأنت بتاكل من فلوس حرام. عشان تبقى فيها. أنا مش عاويل يا نوجة. عيب كده. عيب؟ عيب ايه يا ابو عيب؟ ما انا بقول لك صدقت نفسك. ما انا يعني عندها حق، ويعني صراحه انا حاسس ان نوجا ما تستاهلش منك كده. هو ده الحرام ده مش هيقف في البيت. ده انا لا عمري شفت دهب كده ولا تسيحني كده. هتفضح. مش كفايه اني متجوزاك يا سبع من غير حته دبله فالسو؟ إيه؟ خلينا ساكتين. مالك؟ في ايه؟ بتتخانقوا ليه؟ انت مش هترتجع يا نوجا؟ لا مش هرتجع يا هوجن. واللي عندك اعمل. انت طالب. سبتي؟ طلقني يما. سبتي؟ طلقني. استغفر الله العظيم يا رب. طلقني يما. هوجن. لا اله الا الله. في ايه؟ انت رايح فين؟ اسال اختك يا كرم. اشوف وشك بخير. هوجن. يا هوجا كرم. معلش يا حبيبي. هوجا يا هوجا، ايه اللي انت عملته ده يا هوجا؟ سيبني في حالي يا حرس الله لا يسيئك. سيبني في حالي. انت يا اخي انت بتخ كده على طول. طلقها مره واحده. البنت دي ما كانتش حراميه وكانت بتاكل بعرق جبينها، بس اول ما لقيت الشمال سالك ما قالتش لا، ما قالتش لا يا حرس. الدنيا صعبه قوي يا هوجا. هي الناس كلها بقت شمال واني اللي احمر عشان مش ماشي مع الرايجه ولا ايه؟ ولا يكونش انا اللي حظي قفش؟ انا مش فاهم حاجه يا حورس. انا بقيت تايه. وربنا انا اعرف ان الحوار الاخراني ده هيقهرك كده، ما كنت خطيت فيه برجلي. انا مش زعلان منك ولا زعلان من لطفي. انا مش زعلان منكم ولا من نوجي ولا من وردي ولا حتى من ابا بهلول. انا زعلان من نفسي يا حورس، وزعلان من الدنيا قوي قوي. اهدى بس يا هوجن، اهدى وربنا هيفرجها ان شاء الله. انت دلوقتي مالكش مطرح، تيجي بقى تبات عندنا وابويا بيحبك، مش هيقول اي حاجه لحد ما تصطلح انت ونوجن. انا مش هصطلح مع حد يا حورس، انت فاهم؟ انا مش هصطلح مع حد، ومش عاوز حاجه من يمتك ولا من يمه لطفي الحراق، ولا عاوز حاجه من الدنيا يا اخي. سيبوني في حالي. استنى. طب بس استنى بس يا هوجن. خد دول. انا مش واخد حاجه. روح يا حورس، روح. الله يسهل لك. روح. سلف سلف يا هوجن، سلف لحد ما ربنا يكرمك وترجعهم لي على طول. خلي بالك من نفسك اهو. انا اللي ميلت بختي بايد. معلش يا اختي. ايه ده؟ هو اللي جاب لك الذهب ده؟ لا. يما هو اي حاجه من وش. الله، امال ايه بقى سبب الطلاق يا بت؟ يا بت هوجن ده ما يتعوضش.
انا كنت قرشه ملحيته بس طلع على الجدع كده. لجرى ايه يا ام؟ انت ام انا ولا ام هو؟ يلا هغار في 60 داهيه تاخد وربنا هو اللي خسران. هو جار احسن واطيب منكم، انا بكرهكم وبحبه هو. حبيبي معلش يا كرم معلش. بقول لك ايه يا ام نوجة؟ نعم. كنت عايزك في حوار كده. خير؟ طالب منك ايد نوجة. ايد مين؟ نوجة. نوجة ايه؟ ده يا ابني لسه يمين طلقها ما بردش. ايه المشكلة يعني في ايه؟ عادي. طلق ايه ياما انت رخ؟ طلق ايه؟ وهي دي كانت جوازة ولا تتحسب جوازة؟ ده هم حيالله ورقتين عرف عمي يعني راحوا ولا جم؟ اهم جيبيهم. لا ده انت اتجننتي باين عليكي يا بنت. صلي على النبي يا حاج، اصل ده يعني طلاق وبيحصل عادي ومش حوار يعني عادي. انتوا بتقولوا ايه؟ مش دول ياما الورقتين العرفي؟ اهم. عادي اهو. عادي. اهم. صلي على النبي. لا كان في بقى جواز ولا طلاق. يبقى احنا بقى كده نقرا الفاتحه وباذن الله هجوزك على ايد ادخم مأذون في مصر. اصل يا حاجه يعني معلش يعني لطفي الحراق ما بيتجوزش الا شرعي. يلا نقرا الفاتحه بقى، نقرا الفاتحه على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. مبروك.